طب احنا عملنا سيلكت الديبارتمنت في الدروب داون ليست اسمها كان اسمها ديبارتمنت. انا عايز ويز توب فيلر اسمها جيت او كريت نيو امبلوي. تمام ابدا اعمل سيرت فين؟ في الداتابيس. تمام هتوفر عليا كود كتير يعني. انا هاجي بس كل اللي هعمله في السيف دبل كليك عندي في السيف وهبدا اعمل ايه؟ برضه هاخد حد اعمل يوزنج كومن انتز تي بي بتساوي نيو ايه؟ نيو كومن انتز. تمام انت عشان تعمل انسيرت تقول له دي بي ايه؟ كريت ايه؟ وده السطر اللي مسؤول بس نعمل ايه؟ كريت. بياخد منك اول حاجه سترنج ايه؟ اف نيم. فبقول له الداتا جايه من تكست اف نيم دوت ايه؟ ايه؟ اه البارامترز وتكست دوت ال نيم دوت ايه؟ دوت تكست. ايه تاني؟ و ديت تايم احنا ما ظبطناش بس مش كده ممكن اقول له تكست تكست غير ديت دوت ايه؟ تكست واحول له ايه؟ اه اقول له كونفيرت دوت تو ديت تايم. ايه تاني في السالري؟ فاقول له برضه انا كومبير دوت دو ديسيمال تكست ايه؟ سالري دوت تكست. ايه؟ طيب مش حاجه كده يعني ممكن انزل انتر كده. تمام هيكون فاضل ليا ايه؟ السي في الفانكشن بتاعته جاهزه والفوتو والديبارتمنت يكون عباره عن ايه؟ دروب داون ليست بتاع ديبارتمنت وسيلكت ايه؟ سيلكت فاليو وحولها لايه؟ لانتر. مش هو عباره عن انتجر فورين كي موجود عندي في الامبري. تمام وتعجب التول فانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الفوتو وبتاعت السي في هما الاثنين واحد توكل على الله عشان انجاز التايم. وتعالى نروح للفوتو برودكتس هبدا اجيب الفانكشن بتاعت ستارت ابلود. فايل خلاص بودي له بوست ده مش فايل بقى نعمل بيه ايه؟ كنا حاطين ايمج كنا مسمينها تقريبا ايمج او اف يو مش فاكر كنا مسمينها ما حطيناش ايمج اصلا فتعالوا نحط ايمج. انا مش هعرضه انا مش هعرض التكست عم السي في دي از بروبليم بتاعت كنترول. وعايز تسكت البصمه. طب ماشي انا كنت عايز اشوف الوقت. ودي نسميها ايمج. وندخل جوه عندنا في الامبريز تاني. هعمل هنا فولدر اسمه سي في. ناخد دي كده كوبي ونسميه مثلا ابلود سي في. كان عندي حاجه اسمها اف يو في سي في فايل نيم الايمج اخليها ايه سي في. هنسمي دي سي في نيم. واديله فين؟ هنا برضه السي في باص. ايه تاني؟ ده انا مش عايز الخطوه دي ولا عايز كده. تعالى نخلي دي فويل. اخلي بس دي سي في وهنا سي في باص. تمام كده؟ طيب هيكون عندي اوب باتونز يا بلود اتنين وخلاص. يلا بالمره.
ده بيدينا ابلود، ده كمان ابلود. فين الكليك بتاع ده؟ هندعم مين؟ ستارت ابلود يابلود. في اي حاجه تانية؟ ابلود سي في وستارت ابلود. ده خاصه بالايمج وده خاصه بالسي في. تمام كده؟ انا حاسس حاجه ناقصه ان انا هبدا اقول له بقى هنا الفيو ستيت بتاعت الفيو ستيت خاصه بالايمج. سترينج ونفس القصه، هاخد ده كده كوبي واجي هنا كده كنترول جي واقول له سيف. تمام، تعالى نبدا ايه، انت واخد بالك اصلا حتى ان انا في هنا في كريت نيم بلي قال ان هي بتبني حاجه منه ايه؟ اهي يعني كريت اول سطر فوق خالص كده. ايوه تمام، هنعدي هنا تمام. فتلاقي ان هو بيتين حاجه من عندي. طب هل هو فعلا هيريتير؟ يعني انا قلت له كده ان انا انتجر ريتير روز افكت مثلا. تمام كده؟ تعال بقى نشوف ان هو ريتير ولا لا، وتعال نقول له في الليبل بتاع الريزلت اللي بي ريزلت دوت تكست. قول مثلا كريت. تمام، انا عندي احساس في الطائم ده فيها مشكله، بس تعال نستارت تاني. بي اي دي اوتو انكريمنت، ندخل هنا اي حاجه. الديت ده لازم ادخله بفورمات معين، سي 12 واحد. سعري سي 5000. تمام، تعالى براوز ده كان خاص بيه. ممكن ايمج، هذا هنجيب اي ايمج، وده كان خاص بس بي. تعالى نغطي يور دوكيمنت. يلا باور بوينت، فين باور بوينت؟ يور اصلا فين هنا؟ مفيش اهو، راجل مكسر يعني. مقتنع بلود عادي مش مشكلة، باور بوينت عادي مفيش مشكلة، كل اكستنشنز. تعالى نقول له ابلود. عندي الصورة. الايمج باس. طيب تعالى نوقف الدنيا ونرجع نظبط الايمج باس. يعني طبعا انا قايل له في الستارت ابلود فين؟ ايمج ايمج باز ايمج يو ار ال. ممكن اجي تحت انا هقول له ايه؟ ايمج ها؟ ايمج ايمج يو ار ال ده طب انا اتاكد برضه من حاجه، اقول له ايمج دي دوت ايمج يو ار ال، ممكن بيعمل شرايط دي وادي له مين؟ ريفيو ستيت اسمها
Reset and save. Start تاني. سايت كده تلاقي زي ليست كده مثلا امبليو موظف صوره ايه اسم الموظف الصوره بتاعته ايه الصوره بتاعته جنبه يعني مش جريد بقى تبقى كلها بشكل جريد لا بشكل ليست ايا كان بقى الليست دي هتبقى روز بشكل رو كام كولوم تمام انا عايز اسم الموظف وجنبه ايه صورته تبقى جنبه بعض كده تمام فانا عندي كنترول اسمه داتا ليست الداتا ليست ده عباره عن كنترول بلايند ما فيهوش حاجه خالص وانا هبدا كاستر ايه على مثلا جنبه تمام فتعالى نعمل عادي فورم خاصه بمين بالفيو فانا هاجي اقول له رايت كليك اد نيو ويب فورم دي مصدر بيت بسميه اف ار ار ام فيو امبريد تمام واقول اوكي تعالى هنا نضيف حاجه اسمها ايه؟ داتا ليست فهي في الداتا عندي عندنا حاجه اسمها ايه؟ داتا ليست بص لو عملت دراج اند دروب كده مالهاش اي حاجه هقول لك ايه رايت كليك اور تشوز ذا تمبلت تو تاسك وايه التمبلت كونتينت ذا نيو ذا ايتم تمبلت از ريكوايرد معنى كده ان انا لازم ابدا تاسك الداتا ليست دي انا بايه اول حاجه عايز اللي يعمل ايه قال لي ايه التمبلت يا عم ايه التمبلت هي مشكله ايه التمبلت تمام الايتم تمبلت ده دي الفاليو انت عايز تطارد في الايتم تمبلت الجريد فيو عامه كل ظهر قدامك ايتم عشان كنا بنيجي نغير في اي حاجه كان عندي حاجه اسمها ايتم ستايل تمام فالايتم تيب ايه الايتم بتاعتك اللي عايز تعرضها؟ انا عايز اعرض حاجتين عايز اعرض اسم موظف وجنبه ايه؟ صورته صورته يا عم يعني انت لو جيت كده بصوره جدا قلت له انا عايز يا عم عندي ليبل اهو خد برنس الليبل تمام عايز ايه تاني؟ قلت له انت عايز ايمج خد يا عم الايمج جنبه تمام او ممكن نظبط ده شويه احط ليبل او سيبها زي ما هي كده زي الفل بظبطها انت بقى بس اكبر ايه الصوره بتاعتي شويه كده تمام الليبل ده اللي هعرض فيه اسمي اسم الموظف بتاعي الايمج هيبقى ايه؟ الايمج اللي جنبه تمام؟ ان كان انت تحط جواها تيبل تبدا تظبط الديزاين حاجه ترجع للناس يعني. طيب ازاي بقى هعرض فيها الداتا اللي جايه من الداتا بيس؟ يعني ازاي هعرض في الليبل ده الداتا جايه من الداتا بيس وازاي هعرض في الايمج دي الداتا جايه من الداتا بيس عندي؟ تمام؟ دي هتعمل لي مشكله. طيب مش انا عرضت الداتا في التكست بتاعت الليبل يظهر لي ولو عرضت الداتا اللي من جايه من الداتا بيس في الليبل بتاع او في الايمج ار ال بتاعت الفوتو هتظهر لي فانت طب انا هظهرها ازاي؟ انا هظهر الداتا ازاي اذا كان انا عندي سيرفر سايد وعندي كلاين سايد تمام؟ في فانكشن عندنا ظريفه جدا في جافا سكريبت اسمها ايفال ايفال دي بتاخد مني حاجه من نوع سترنج وبتعرض الفاليو بتاعت السترنج ده تمام؟ ايفال تمام؟ بتاخد مني حاجه من نوع سترنج وبتعرض لي الحاجه اللي انا عملتها من نوع سترنج دي بتعرض لي الفاليو بتاعت السترنج ده. يعني انا لو اديته اسم الكولوم بتاع الايمج او الامبلوي نيم كسترنج هو عرض لي الفاليو بتاعته. تاني يعني انا لو اديت هبص كل فانكشن عندنا فانكشن ظريفه جدا في جافا سكريبت. الفانكشن دي بتاخد تعمل بايندنج برضه.
كل حاجه ان هي تاخد مني اسم الكولوم از تكست اج سترنج عادي، وهو يعرض لي الفاليو بتاعت ايه؟ بتاع التكست ده. تمام؟ يعني لو انا جيت في الليبل ده هروح بس للسورس كده هتلاقي عامل شويه حاجات كده من ضمنها ايه؟ عندي داتا ليست بتاعت ايه؟ تمام؟ تعال نسميها مثلا دي ال امبريد. انت عايز بقى الاي دي سي اللي انا هقول له مثلا ال بي ال مثلا امبريم، وهنا امج. تمام؟ انا عايز بقى اعرض في الليبل ده في التكست ده في الفاليو داتا بيس. طب اعرضها ازاي؟ همسح بس الجواب ده كله واحط سنجل كوتيشن وهفتح انجل براكت علامه البيرسون دي وهاش. تمام؟ واكتب له الفانكشن ساعتها بقى كتبت له اي فال فطلع لي ايه؟ اي فال انت عايز تقرا دي فتفتح الفانكشن بتاعتك وتقول لك انا باخد منك سترينج اكسبريشن وتعالى اقول له انا عايز في السترينج اكسبريشن ده اعرض ايه؟ النيم بتاع الام بي بي صح؟ او الفيرست نيم ماشي؟ اقول له عايز اعرض الفيرست ده اصلا ايه فاليو فانكشن جافا سكريبت تاخد مني داتا از سترينج وبتعرض الفاليو دي بتاعت السترينج ده. دي لازم تعملها يعني لازم اكتبها لو انا كتبها بتوين حاجه ما صيناها جوه حاجه يعني ده الاكسبريشن بتاع طريقه كتابتها يعني. لازم افتح انجل بريك واعمل علامه البيرسن دي هو جاي كملها لي بس لازم قبلها احط علامه ايه؟ علامه الانش. تمام؟ طب نفس الكونسيبت انا جيت في الايمج يو ار ال برضه هعمل كده اقول له ايمج يو ار ال بتساوي تمام واقول له برضو ادي الانجل بريك بتاعتي ولو قلت له كده هو كملها لوحدي تمام هاش ايفال ادي يو ار ال بتاع الايمج اللي جاي من الداتا بيس اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فوتو. تمام كده؟ تعال نروح للديزاين تاني كده فعرض كده شكل ايه؟ تمام ادي بس صور طبعا لسه انا مش حاططها في اي حاجه. تمام تعالى لو جيت قلت له كده فيو ان براوزر ما عرفناش ال جبناش الداتا من الداتا بيز هدخل البروجكت بتاعي تاني واروح في البيج لود بتاعي اعرض في الداتا سورس بتاعت مين؟ بتاعت الداتا ليست. فانا عادي زي كده بتعمل مع جريد فيو عادي خالص هروح للفيو كود اف 7 نفس الكونت بقول له ايه؟ يوزنج كومبلينتس دي بي بتساوي نيو ايه؟ كومبلينتس. تمام؟ وهتقول له برضه الداتا ليست بتاعتك تمام؟ اللي كان اسمها دي ال employees دو داتا سورس هتساوي مين؟ دي بي دوت ايه؟ employees دوت تو ليست واقول له دي ال employees دوت ايه؟ داتا باين واتفقنا بريفير ان اقول له اف نوت از بوستر. تعال نسمي اللي ناخد بيعملنا ونقول له ايه صار. تمام؟ هتعرض لي الاسم بتاعي اللي هو مش عندي العالي وادي ايه؟ الصوره بتاعته ايه؟ جنبه. تمام؟ طبعا عندنا اكتر من صوره. تمام؟ يعني انا رحت عملت كده خدت ده كوبي كده جيت هنا قول له علي اتكل على الله. تمام ادي عرضنا 8 يوم 19 ايه؟ ايوه ما لسه هتلاقي وقت التغيير ده ايه؟ ما كده كل صوره تطلع واحده تمام مش هغيرها. حاضر ماشي عينيا والله مولي اهو. لا اله الا الله.
حد تاني؟ بس كده كفايه. تمام؟ تعال نوزد الصفحه بتاعتنا تاني. ستارت كده. طب انا عايز اجيبهم جنب بعض، انا مش عايز كلهم في كولوم كده. تمام؟ فانا لو جيت كده برضو عندنا في الداتا ليست بتاعتي، رحت هنا هتلاقي من ضمن الحاجه الموجوده عندنا تو اتيبوتس مهمين جدا، حاجه اسمها ريبيت ايه؟ ريبيت دايركشن. بدل ما انت عايزهم كلهم فيرتيكال خليهم ايه؟ هوريزونتال. تمام؟ خليهم هوريزونتال، بس انا عايز برضو كده يعرضوا كلهم ايه؟ في في لازم في بعض. لا انا عايز اقول مثلا اعرضهم لي 5 كولومز، خمسه وبعدين خمسه وبعدين خمسه. فتعرف عندك برضو بروبرتي برضو ظريفه جدا اسمها ايه؟ ريبيت ايه؟ ريبيت كولومز. فاقول له انا عايز عدد الكولومز بتاعتي يكون 5 او خليها 3 عشان تروح. تمام؟ شفت عمل ايه؟ حاجه منزله الدنيا تحت بعضها ايه؟ تمام؟ تعالوا سيف، تعالوا لي بيمبروز. تمام؟ فان كان بقى بشكل الديزاين مش متظبط شويه، بس انا عندي الاسم بتاعه جنبه ايه؟ الليست بتاعته، كل اسم جنبه الليست بتاعته. تمام؟ طبعا انا حاطط الدنيا في تيبل شويه كانت الدنيا تبقى ايه؟ متظبطه. تمام؟ فان كان كديزاين ممكن الناس تبدا تظبطها يعني. تمام؟ بس عرض لي انا عرض سي كولمز اهو، ادي اول كولم وادي الثاني وادي ايه؟ وادي الثاني. ان كان ديزاين ممكن احط عادي ديفايه واحط لها ستايل وابدا اتعيش حياتي في حته الستايلنج يعني. تمام؟ فانا عندي ليميت ان اعمل كل حاجه. تمام؟ طيب لو انا عايز بقى اعمل الابديت والديليت فيها، يعني انا عايز اعمل هتبقى لفه كبيره شويه. تمام؟ انا عايز اعمل ابديت وديليت فيها، يعني عايز كل ايه؟ بريستور بروسيجر. بس انا بقى المشكله انت ما عندكش مثلا، كان عندنا في جريد فيو عندي كومنت ديليت وديلو ديليت ايه؟ عادي شغال معاك. انما انت هنا لازم تعمل بقى الباتنز وكل الحاجات دي بايه؟ بايدي. تمام؟ فانا برضو هاجي هنا هقول له كده اديت، ما عنديش كولوم بقى ولا عندي ايه؟ ما عنديش الامر ايه؟ ايه؟ كل واحد الباتون بتاعه معايا. تعال نشوف الفورمات بتاعنا كده يمكن نلاقي حاجه. ايوه هو انت ايتم واحد هو اللي بيتطور مع الايتم دي. بنشوف موتش ده. تبني مش اكتر. لا مفيش اي ديزايننج خالص. فاهم؟ طيب هتيجي بقى في التمبلت كده تقول له انا عايز احط معاه تو لينكس. تمام؟ تو لينك بطن، فاجي مثلا هنا خد يا عم معاك تو لينك بطنز. فين؟ اهو اول واحد وتعالى نحط جنبيه كده تاني واحد. تمام؟ اللينك بطن الاولاني ده هيكون خاص سيه، هسميه مثلا لينك اديت. تمام؟ وده لينك ديليت. تمام؟ ده هسميه اديت وده هسميه تمام كده؟ طيب ازاي لما انا تعالى نتكلم في ديليت الاول، ازاي بقول له ديليت هو هيفهم امر ان انا اروح اعمل ديليت؟ طب ماشي ما هو الايفنت ازاي فار ايفنت؟ تمام؟ طيب في عندي حاجه في البطن حاجه اسمها كومند ايه؟ كومند نيم. عشان تبدا الديليت ده هيفار ايفنت اسمه ديليت، قول الكومند نيم بتاعي يكون ايكوال ديليت. لما تيجي تضغط بعدها بقى هيروح يفار ايفنت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ديليت. هيروح يفار ايفنت كومند نيم دي حاجه كانك بقى بتعمل الكومند نفسه من اي تو زد. يعني انت الاول كان في ديليت في جريد فيو كنت اصلا بدات تروح يوم فاير الايفنت ايه؟ على طول. تمام؟ لا انت هنا بتكست حاجه من اي تو زد، فانت بتحط اللينك بطن وبتحط الكومنت اللي عايز يعمله، كان هو بس مكسر لي الدنيا ان الكومنت دي بتاعتها ديليت. اما انا عندي الكومنت ده انا اقول له الكومنت دي ما تعمله ديليت، ديليت دي ريزيرفد. يعني مش حد يقول ان انا هعمل مثلا ايا كان كلمه ويعملها، لا كومنت دي ريزيرفد. تمام؟ كومنت نيم ديليت. لا ما تقدرش تحط حاجه بتاعتي غير بقى ما في اصلا حاجه بابليك اسمها كومنت نيم او كومنت ايفنت. تمام؟ كومنت ده بيبدا يروح لاي اكشن بيبدا يروح للكومنت ده.
يعني في حاجه بابليك انا ممكن اعملها، يعني في حاجه ان بابليك انا ممكن اديها لو انت عايز تكاست حاجه عندك. اكتبي بقى الكود ده عشان يعمل ريد، فاهم؟ حد ان انت الكود عشان يعمل ريد. لا هو بس الكومنت دي فايدته ان هو فاير ايه؟ يعني انا لو عملت كده هيودي تحت كل واحد ايه؟ الديب بتاعه. يعني انا سيري عملت كده مفيش لسه اي حاجه حصل، تمام؟ اه لسه ما بقولك، ما لسه هروح اظبط ايه؟ لا لا هو فاهمها ريزيرفد وورد، هو فاهمها. هروح تعمل ايه؟ انا راح فاير اه، فانا راح فاير الايميل بتاع الديليت ده. هقول هو والله يعني صبر عليا، انا كل حكايه ان انا هبدا اروح ايه؟ هروح البروبرتيز. ليه يا باشا؟ انا هروح الاسلامي. هتلاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ ديليت كومنت، تمام؟ اه الداتا ليست بروبرتيز، تمام؟ على الايفنت هتلاقي عندي من ضمن الايفنت عندي ايه؟ عندي ديليت كومنت، تمام؟ دبل كيك كده وابدا ان انا ايه؟ اتعامل مع اوكي اه. اول ما اعمل ديليت ده يروح على الاكشن بتاع مين؟ تمام؟ طيب زي ما عملنا ديليت كنت الاول بروح اجيب ايه؟ اي دي صح؟ فانا هقول له برضه انتجر ايه؟ امبري اي دي. وزي ما حطينا الداتا كي في الجريد فيو برضه اروح في الداتا ليست ابدا اعرف ايه؟ داتا كي. عندي حاجه اسمها الداتا كي ايه؟ فيلد. هبدا اقول له مثلا انا احط فيها امبري، وده اللي هيفاير مع كل ايه؟ مع كل اي دي امبري اي دي، تمام؟ وقول له دي ال امبلويز دوت عامة داتا كيس ايه؟ ده كي فيل زي الداتا كي نيمز في الجيت فيو. حاطط فيه الامبلو اي دي عشان كل ايتم يلود مع الامبلو اي دي، تمام؟ فانا اقول له الداتا كيس بتاعتي، تمام؟ انا عايز اقول بتاع الرو ده يس. هتقول له ما عنديش بقى اندكس، تمام؟ عندي ايتم دوت ايه؟ عندي item dot row index تقريبا، او يعني طيب في عندي حاجه اسمها index item ايه؟ item index، تمام؟ اه وهقول له بس كده، واقول له ايه؟ ما هو معترض كلها مفيش بال. سيلكتد نو مفيش سيلكتد. طب ثواني ايتم اندكس هشوف برضه هو هيجيب ايه. انا ممكن القص ده اقول له كده قصته من نوع، وبرجع لي حاجه من نوع داتا كيس، فصير قصته من نوع انتجر. اشوف بس اجيب ايه، يمكن ما عنديش فاليو اصلا. يمكن هو الداتا كي فيد اصلا بيرجع لي فاليو، هو عباره عن كان اصلا الداتا ليست بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ داتا كي فيلد، تمام؟ فتعالى بس ان انا اتست كده بس مش اكتر. هاجي اقول له حط لي بريك بوينت هنا كده، اقول له ستارت. على ايه ديليت كده اللي يهمني ان هو فاير ايه؟ كومنت بتاع ديليت. تعال نقول ديليت كده، ففعلا راح لايه؟ لديليت كومنت. تعال نقول له ستيب كده، فجاب لي امبري رقم واحد. اوكي هو خلاص هو برجع له على طول ايه؟ مش لازم فاليو. تعال نتاكد برضو تاني ان انا هبدا اقول له
اختار تاني. ايه؟ بس انا اشوف بس ان هو بيجيب الاي دي فعلا ولا لا. فاسين تعالى ديليت كده كده. طب ماشي جاب 9 يبقى كده انا تمام زي الفل. تمام؟ يبقى انا كده جبت الاي دي بتاعي. خلاص انت امر الامر الجديد بتاعك ايه؟ سهل هتروح تقول له ايه؟ قال له دي بي دوت ايه؟ امبلويز دوت دوت سنجل تمام؟ المين؟ الام جوز تو ام دوت ايه؟ امبلو اي دي اللي بيكول ايكول مين؟ الامبلو اي دي ده كده بيرتن ايه؟ برودكت. سمحت للطلبة اللي ورا ماشيين تمام؟ انا هقول له بقى ايه؟ دي بي دوت برودكتس. طيب ماشي انا شفت الطلب ورا عامل مشكله سمحت يا اقول له امبلوي ام واقول له دي بي دوت امبلويز دوت ايه؟ ايه؟ ماشي اوكي تعال نخلي دي ام ب 1 مثلا دي ام ب 1 اقول له دوت ريموف فريموف ام تمام واجي اقول له برضه دي بي دوت ايه؟ سيف اتش تمام كده؟ طيب وزي ما اتفقنا ان انا بعمل ايه؟ بريفرش الجريد بتاعتي ناخد بس الكود اللي كان فوق ده كده اروح بس السطرين دول كده احطهم تحت تمام كده تعال نسيف نرجع تاني ستارت محمد عمر اللي ابيك ليه تعال ستارت تعال نرجع تاني ديليت سين ديليت اخر واحد ده بس عشان يبان ان هو خلاص ما عادش فيه هنا حاجه فعلا ايه دلت لي ايه الامبريز اللي عندي طيب المفروض انا كنت فاهم الامر ده كله بالامر بتاع ديت امبلوي يعني انا كنت المفروض ان انا اشيل ده كده خالص ستور بروسيس فاقول له دي بي دوت ايه ديليت امبلوي ديت امبلوي بتاخد مني ايه انت جبنا الكود ديت ايه امبلوي دي على طول فكنت انا استغنى عليه عن الامرين ده وده كده هو بصص ايه بس السطر اللي عندي اللي موجود ده خلاص ايوه ما احنا عملنا ستورد الستورد كان هيعمل دي تمام فين اوكي مش انا قلت خلاص اي بس بفرمت ايا كان حتى الناس اللي كل امبليز بتاعتي وانا مش عايز منهم حاجه فده عادي ان كان يعني دلوقتي اللود فيها كود انجليزي برضه فهي احسن من ان انا اعملها كده هنا كلينك يعني تمام كده تعالى نرجع نستارت تاني وتعالى نقول له ايه؟ ديليت فعلا اتفضل ايه؟ سي خلاص يبقى الستور بتاعتي شغاله تمام طيب تعال اخر امر هنعمله في الستور عندنا ايه؟ الايديت طيب عامة في الايديت بيعمل لي حاجتين بيفتح لي ايتم عشان اقدر ايديت فيه تمام يعني المفروض انا اعمل كده ايديت تمام يروح جاي اعمل ايه؟ مش لا سيبك من الصفحه خلينا نعمل ايديت في نفس ايه؟ نفس الصفحه دي خلينا نعمل ايديت في نفس الصفحه تمام تمام يعني المفروض اما اقول له ايديت يفتح لي ايتم للليبل ده والايمج ده عشان ابدا ان انا اعدل فيه ابدا ابراوز فابدا اعمل حاجه كلها تمام وانا اعمل حاجه دي ازاي فعندك اصلا في الداتا ليست عندك تو ايفنتس تمام او بص تعالى بقى بص على الايفنتس اللي في الفايل لما بعمل ايديت فلو جيت هنا في البروبرتيز بتاعت الداتا ليست نفسها وقلت له رايت كليك بروبرتيز وروح في البروبرتيز دي ورحت في الايفنتس هتلاقي عشان انت عندك ايه عندك حاجه اسمها ايد كومنت
وعندك حاجه يبدا فاير وعندك حاجه اسمها كانسل كومنت وعندك في الاخر حاجه اسمها ابديت ايه؟ ابديت كومنت. كواليفايد الايديت كومنت ان هو يبدا يفتح لي كنترولز عشان ابدا اعمل بيها ابديت. فايت الكانسل كومنت كانسل يرجعني في مرحله الايتم تاني. الابديت يعمل لي ايه؟ ابديت. اقول تاني؟ ايه؟ ده موجود في الكريتيف برضه. ايه؟ ايديت عامة ايديت عامة بتعمل ايه؟ بتروح جاي فاتحه لك حاجات عشان تقدر يعني ده ليبل مش اللي قدامي ده فيكسد ليبل انا عايز لما اعمل ايديت يعمل له تكست بوكس عشان اقدر ان اكتب فيه واقدر اخد منه ايه؟ واقدر اخد منه فاليو تمام؟ وبرضه عايز الصوره دي تحولها لايه؟ الايمج او يحول الفايل ابلود بحيث ان انا ايه؟ ابلود ايمج تمام؟ فانا عشان ابدا اعمل حاجه زي كده فانا لازم اخلي احول الكنترولز دي كفيكس كنترول الكنترول تسمح لي بايه؟ بايه؟ بس دي كل فئه ايه؟ الامر بتاع ايه؟ اما الكانسل كومنت فهو برجع لنا المرحله الاولانيه هي الفيكس. اما الابديت فياخد من الداتا اللي خلاص فتحت في الايديت ويبدا يعمل بيها ايه؟ بيعمل بيها تمام؟ ها؟ طيب فتعال نرجع للداتا ليست تاني. فانا هقول له كده تمام؟ وقول له ايديت ايه؟ ايه التمبلت التاني؟ تعال بقى شوف التمبلت التانيه. في عندك ايتم تمبلت. في حاجه تانيه اسمها ايه؟ ايديت تمبلت. انت عايز في مرحله الايديت تعمل ايه؟ فانا مرحله الايديت هبدا احط مثلا تكست بوكس. انا لو عايز ان في اللي قدامي ما احنا خدنا مثال على على الجلد فيو معانا كل حاجه تمام بس هو يعني مشكله ان المفروض الستور بروسيجر او الفانكشن مستنيه كذا قبل ممكن ده نضل نحاول نحط فيها تمام وتحتها كده ممكن نحط اللي هو الفايل ابلود ده كده تاني فين الفايل ابلود؟ ايديت تمبلت ايديت ايتم تمبلت ده في مرحله لما اعمل ايديت انا كده الداتا نفسها بدلها كذا تمبلت في كل حاجه اه انت ممكن في الجريد دي يعني ممكن الجريد نفسها تكسر تعمل جريد باور يعني الجريد نفسها سيجما انا كنت بعمله ده ممكن الجريد نفسها اعمل فيها كل حاجه تمام نفس الكونسيبت اللي قدامنا حاجه التمبلت تمبلت فيد وايديت وفي حاله الايديت في حاله مثلا ممكن انت بتقولي جريد ده عايز الجريد ده وهي فاضي يقول لي ده امتي مش زي هزارت مش انت ظهرت قدامي قلت لي ما فيش حاجه قدامك طب انا عايز لما تكون هي فاضيه تقول ده هي امتي فانت عندك شويه حاجات ثانيه تبدا تكاست فيها يعني مش هنا ما فيش هنا الامتي وبقى عندك في التمبلت بتاعت الجريد نفسها في حاجه اسمها امتي تمبلت انت عايز في مرحله ما يكون الجريد امتي يعمل لك ايه؟ فبتحطي بقى بتحطي مثلا ليه بتعرضي في كذا بتحطي ايا كان بتعرضي في كذا تمام؟ انا تمام لا مش هيحصل تمام طيب هي في كون برضه بروبليم انا دلوقتي ان انا عايز اما اعمل ايديت تمام الود الداتا كانت في الليبل فين؟ فاهم التمبلت ايه؟ العادية تمام؟ طب لغاية دلوقتي انا عايز يفتح لي ايه التمبلت دي؟ انا عايز يفتح لي ايه التمبلت دي؟ تمام؟ طيب انا برضه هقول له كده حط برضه لينك باتونز وحط لينك باتون تاني اللينك باتون الاولاني ده خاص بالابديت هسميه مثلا لينك ابديت وتحت هسميه ابديت ليه؟ ما هو هنحط كانسل تمام؟ هو ممكن احط حاجه الابلود بتاعت الايمج هتقرفني بصراحه بس ايه؟ هو ياخد الصوره هاخدها مش شرط مش هعمل ابلود هو ياخد الصوره للباص وخلاص تمام؟ والكانسل برضه اسميه هنا لينك كانسل هغير برضه التكست ده هسميه تكست مثلا نيم وده هيكون عباره عن اف يو بي امج ده لينك كانسل وده لينك ابديت تمام
كان سيف كده. طيب انا عايز بقى فاير ايميت، يعني انا هقول له فيوم براوزر كده. انا عايز ابدا اعمل ايديت بقى، يبدا يعمل لي ايه؟ يفتح لي يفتح ايديت تيبل. طب انا هعملها ازاي؟ تمام؟ طيب انا لازم اروح افاير الايفنت اللي اسمه ايه؟ ايديت. فانا لازم اروح اللينك واطلع من عندي، كان اصلا في الايتم تيبل بتاعتي اللي كان اسمه ايديت، وابدا اقول له انت الكومنت نيم بتاعك هيكون عباره عن ايه؟ الكومنت نيم عباره عن ايه؟ تمام؟ واروح هناك ابدا افاير ايه؟ ابدا افاير الايفنت في الداتا ليست بتاعتي، في البروبابيلتي بتاعتها في الايفنتس. هقول له ايه؟ ايديت كومنت. تمام؟ وعشان يبدا يفتح لي التكست دي في حاله الايديت، تمام؟ فانا اقول له يديني دوت edit item index بتساوي e dot item dot a. مفيش نيو، مش هتأكد بس ان في مفيش نيو خلاص. ماشي، هقول له item index. تمام، دي الامبلويز دوت ايت ايتم. انا عايز في حاله الايديت لما اضغط على الايديت يبدا يفتح لي الرول اللي انا واقف عليه ده، الاو ايت ايتم يفتحوا لي في مرحله الايديت. يعني ده لما اضغط على الرو او ايتم اندكس ده يفتحوا لي في مرحله ايه؟ في مرحله الايديت. يعني عايز انا اقول له ايه اللي هتعمله ايت ايتم اندكس، ايه اللي هتبدا انت تعمله ايديت. فانا قلت له اي رو او اي ايتم، سوري، ان انا هبدا ان يبدا يحس ان في باور ايفنت في الايديت، يبدا يفتح ايه؟ ايديت ايتم اندكس. فانا لو جيت كده ستارت، ها انا لو انا بعد لا لا خالص، انت بتتكلمي على بوتون. بوتون ده له ايفنت، دبل كليك ويبقى الايفنت ايه؟ جوه، مش هياخد مع كل ايه؟ مش هيروح مع كل ايتمز. تمام؟ وبعد كده هتقولي مع كل ايتم البوتون معاه ازاي؟ ال ما هو بيتفرج ايه؟ مش هيكون عندي الكومنت بتاع الكومنت نيم جديد ده، يعني ممكن اجربها بس اعتقد ان انا جبتها قبل كده مش اشتغلت. ايه؟ بس هتتعب شويه، يعني هتتعب شويه عشان انا اوصل لحاجه زي كده. انت عايز تحطي باتونز؟ هشوف لو الباتون، ثواني، لو الباتون له كومنت نيم يبقى ممكن تدفعي. يعني انا لو جيت هنا انا عايز اوفر اللفه دي، ان انا هو باتون احط فيه ديليت على طول او ايديت على طول. ايوه، انا لازم اشتغل الفاير ايفنتس بتاعت كل باتون. يعني انت عايز تقول لما اضغط على ده اجيب الاي دي بتاعه ازاي؟ ايوه، هتقول له ديليت ايه؟ كام باتون؟ طيب ماشي، اوكي انا معاك. ما اعتقدش تبقى صعبه شويه. انا بس هجرب حاجه، لو هي ينفع هتنفع بس هتبقى صعبه معاك شويه برضه. انا هاجي هنا احط بوتون عادي اهو في الايتم تمبلت، احط هنا بوتون. تمام، والبوتون ده هروح للسورس بتاعه في عنده كومند نيم اهو. اوكي تمام، بس هنا لازم اقول له كومند نيم، ما نفس الايفنت. يعني انا وانت عايز تعمليها كده. طيب اوكي، روح الايميل بتاعه. مش هتقدر تعمل الايفنت بتاعه غير ما انت برضه تروح تكتب عليه. ماشي، مش هقدر اوصل له اصلا. اهو المشكله بقى هنا، ازاي اوصل للاي دي بتاع الايتم بتاعي؟ لما اضغط على الايتم ده، مش انا الاي دي اصلا عاملاه على الداتا ليست نفسه؟ الاي دي عامله على الداتا ليست نفسه. هتاخدي ازاي برضه؟ هتاخدي الاي دي ازاي؟ انا عايز اقول له الاي دي بتاع الرو ده او بتاع الايتم ده.
لان هنا الدنيا كانت مسهله عليا ان انا كنت بقول له هات ده هيجيب لي الاي دي على طول، فانا مش كنت شايل هم ان انا اروح انا ادور على الفكره ان اجيب بقى الاي دي. تمام؟ هتاخدين زينت مع، انا بتكلم على دلوقتي عن داتا ليست كومنت ايفنت اركس، هتجيب الايفنت ده منين؟ ايوه هتقولوا اي اي ده الاي ده غير حاجه ثانيه، يعني الاي ده غير الكومنت بتاع ايه؟ ما فيهوش اي حاجه. يعني الاي ده ما فيهوش غير اي، ما فيهوش غير الحاجه اللي قدامي ده، في حاجات كتير من ضمنها اللي بيجيب الاي بتاع كل ايتم موجود عندي. تعالوا نتاكد ان الدنيا تفتح في الايه. تمام هو فتح لي اهو. تمام يعني فتحت الدنيا عندي. اه دوست عليها مرتين ليه؟ يعني دلوقتي لما بضغط على حاجه ايديت ادي مره وبعد كده ايه؟ مره ثانيه. ايه المشكله؟ المشكله ان هو بيروح السيرفر وايه؟ ويرجع تاني، بس بيرجع بنص مش معايا داخل. فانا عايز اقول له روح وانت ما انت راجع هات الداتا بتاعت مين؟ بتاعت التكست اللي معاك. طب انا اقول له هو انت رايح هات الداتا ازاي؟ يعني انا مضغط مره واحده كده ايديت وهو بيروح ويرجع تاني. تمام انا عايز احل مشكله ان هو ايه تاني مره ايه؟ راجع بالداتا بتاعتي. طب انا احلها ازاي؟ كل حل المشكله دي بس كده هتعمل ريفريش الجريد او ريفريش الليست بتاعتك تاني. يعني هاخد السطرين دول كده احطهم هنا واحد كده في ستارت. تمام تحت الداتا من ايه؟ اول مره سي. تمام طب دلوقتي انا عندي مشكله ان هو بيرد التكست فاضي، يعني سي ما كانش فيه حاجه هنا، كان رد لي التكست ايه؟ اه ايه؟ برضه هتلاقي سي كان مخزنها، ما اعتقدش ان هو كان جايبها هنا. ما كان جايبها اوكي، بس انا يعني لو وقفت كده تاني وعملتها مره تمام. بس المشكله عندي في حته برضه اللي حته البوست باك مرتين دي. تمام ايه انهي سطر عايز تنزل انهي سطر؟ تمام دي مشكله عندي. طب انا برضه حل المشكله دي لازم برضه تخليك انت بايند برضه، يعني انا خليك بايند معاك الداتا. يعني انا ممكن اجي برضه في التكست بوكس بتاعي في حاله ايه؟ اللي هي التمبلت، اقول في التكست بتاع التكست بوكس بتاعي فين؟ ده انا مش شايف بصراحه. ايوه هنا فين؟ ايوه ممكن اجي في التكست هنا اقول له بس برضه نفس الكونسيبت، انت هتكوني ايس نفس البيت. قررني بس كده اشوف شغاله ولا لا. تمام يعني مثلا ايديت سي او جابلوبنا ايديت ايه ايديت. تمام كده يبقى سي حليت مرحله ان انا هعرض الحاجه بتاعتي هنا ايه. انا بس جيت في التكست بوكس زي ما انا كنت عامل في في التكست بتاع الليبل اي فال فيرست نيم، برضه هقول نفس الكونسيبت على الايتم اللي اضغط عليه خلي الاي فال فيرست ايه؟ فيرست نيم. تمام وبرضه نفس الكونسيبت اللي انا قلت له ايه؟ عندي حاجه اسمها
في الفايل ابلود اسمها نيم الاوبجكت كان اسمها فايل نيم او كان اسمها يو ار ال تكست تايب ما فيش تكست عايز اوصل للفايل نيم بتاع الاي كيو بي هنشوفه هنشوف البرج بتاعته شيء ايه طيب مش ممكن منه اجيب الفايل برضو عايز برضو انا فاير ايفنت طيب انا عايز اعمل ثواني عايز بس انا ارجع تاني كده عندي بس الايفنت بتاع ده فاير الايفنت بتاع سيلكت تشينج ده مش عايزه انا اروح عند في داتا ليست عايز بس لما اقول له ايه هو فتح لي الباتنز بتاع الابديت والكانسل عايز اقول له تعالى حل مشكله الكانسل ارجعه له ايه زي ما كان تمام فكل حكايه برده انت عندك ايه الكومنت هرجع الكومنت بتاع الكانسل هرجع في ايه التمبلت في الايد ايتم تمبلت تمام واجي هنا في الكانسل واجي اقول له هنا في الكومنت نيم عبارة عن كنسل تمام واروح للايفنت بتاع داتا ليست نفسها الايفنت بتاع كنسل كنسل كومنت انت عشان ترجع الجديد زي ما هي او الجديد زي ما هي دوت امبلويز دوت ايت ايتم انت عشان ترجعها زي ما هو فتقول له ايه ماينس 1 تمام عشان ترجع الايتم زي ما هو فاقول له ماينس 1 بس نفس الكونتنت هيعمل لازم اضغط عليها مرتين فناخد ايه الباينري الثاني بس مش اكتر اتفضل ايه مش هو فتح في الايديت عايز اقول لا ارجع لي في الفيكسد فاديت ماينس 1 فحاليا لو انا قلت له ايديت تمام رجعت قلت له كانسل تمام فرجع لي الجريد او الداتا زي ما هي تمام